وطبعا غلط ان هم اي حد يهاجم مؤسسه زي دي. تمام، المؤسسه زي دي مفروض ان هي تكون مستقله، تخاطب الناس بشكل وسطي عن الدين. تعرضهم لحاجه زي كده طبعا من هجوم من الناس دي طبعا غلط. يعني اذا كان رب البيت بيدف ضاربهم فشمت اهل البيت ايه؟ الرقص. هو مفيش حاجه اسمها للاذى، هو القصه كلها الدين، هم الهجمه دي كلها على الدين. والله هو هجوم اعلامي مقصود على مشيخه الازهر، وعلى يعني في هدف، وهو علمانيه الدوله. ماشي، وناس بتستغل الموضوع ده بطريقه سيئه. مفيش اي تشدد في الخطاب الديني، مفيش اي تشدد في الخطاب الديني، دي كلها هوجة اعلامية. قال لهم عيب عيب، الازهر اشرف مؤسسة في مصر واطهر مؤسسة في مصر، تتهموها بالاخوان وتتهموها بالكلام الفاضي ده، لا عيب. ورجال الازهر لهم كل احترام ولهم فضل على جميع المسلمين في جميع دول العالم، فما ينفعش ان احنا نقضي عليها، عيب. ومن هنا بنقول فين المجلس الاعلى للاعلام برئاسه النقيب السابق الاستاذ مكرم محمد احمد؟ المفروض يبقى ليه دور فعال، لان الازهر ده هو جامع وجامعه، وهو تنويري. الكلام ده كلام فاضي، والمفروض الساده اعضاء مجلس النواب يبقى ليهم دور لكده، لكل من تسول له نفسه ان يفتح بقه ضد الازهر الشريف يحول الى المحاكمه العاجله. انما احنا عايزين نفهم الدوله ساكته ليه؟ هل الدوله لها غرض لكده وحابه ان يحصل تخبيط في شيخ الازهر والازهر عشان شيخ الازهر يقال؟ هي نقطتين. الاول طبعا الشيخ الازهر كان زراع من ازراعهم، فبالتالي اي حد حتى اللي معاهم اللي ايدهم اللي وقف معاهم لازم هيدوق، والباقي لسه هيدوق. دي من ناحيه. من ناحيه ثانيه طبيعي، ايه شيخ الازهر؟ هو الهجوم على الاسلام وعلى الدين. اي حد مش هيسمع الكلام، اي حد مش هيقول اللي هو عايزه، مش هينفذ اللي هو عايزه عشان يهدم الدين، ويعني واللي جاي اسوأ. يعني انا مش مؤيد الهجوم الاعلامي على الشيخ الازهر، لان هو طبعا اهل الدين دول لما بيتكلموا في حاجه بيبقوا عارفين ان هو لو اتكلم في حاجه غلط او مش مظبوطه او بالغ فيها او اثر فيها بيبقى وزره عند ربنا، بينول عقابه من ربنا.